لكن تقريبا هي اكتر من النادي الاهلي سواء على المستوى الافريقي او على المستوى المحلي. برضه الجمهور بيسال اشمعنى الهاندبول مش متاثر، ليه لعيبه الكره والجهاز الفني متاثر؟ يعني ليه؟ ممكن يكون في فريق الهاندبول استقرار اكتر. استقرار فني موجود اكتر، بعده عن الاضواء اكتر، يعني فريق الهاندبول بعيد عن الاضواء اكتر، فريق الهاندبول ما فيهوش لعيبه بتيجي بالملايين زي كره القدم فبتسلط عليهم الضوء، يعني مع احترام لاي حد محمد عنتر لاعب تم شراءه ب 15 مليون جنيه، فده لازم يكون تحت ضغط واضواء وتركيز كبير جدا معاه، فده ممكن يكون عامل من العوامل ان هو مدي اريحيه للعيبه الهاندبول، يعني لعيبه الهاندبول ممكن يكون الضغط عليهم قبل الماتش بثلاث اربع ايام ان في ضغط وكده، بس على الضغط والضغط ده بشكل كبير جدا عكس كرة القدم. من وجهة نظري اللي انا شايفها برضو ان في عدم استقرار فني في كرة القدم، سببه اللي بيحصل ان في نتائج غير مستقرة، تغييرات اللعيبة المستمرة برضو مؤثرة، مش اي لاعب يقدر يلبس فريق نادي الزمالك، من وجهة نظري مش اي لاعب يقدر يلعب باسم نادي الزمالك، مش اي حد يجي وممكن، على فكرة هم لعيبة كويسة جدا يا دكتور عمرو، مش بشكك في قدراتهم، بس انا عشان اجي من نادي صغير كان اقصى طموحي مع النادي بتاعي ان انا افوز ماتش كل خمس ماتشات واقعد في الدوري، ومن وانا في الناشئين بحلم بدوت مش اكتر من كده، واجي مره واحده احط في نادي الزمالك ان النقطه لما او الفرصه لما بتضيع بتحاسب عليها، ده صعب. اللاعب اللي بيجي صغير يعني احمد مدبولي محمد عنتر حرام ان هم يشيلوا مسؤوليه نادي الزمالك دلوقتي، كان لازم ان انت تدخلهم بشكل تدريجي ياخدوا الخبره ياخدوا جو نادي الزمالك، انما من اول موسم اعتمد عليهم واشيلهم المسؤوليه واحطهم في وش المدفع، انا شايف ان ده 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 امر صعب جدا، واحد اسباب اللي في نادي الزمالك ان انت بتجيب لعيبه هي متعوده على طموحات معينه، طموحاتها صغيره، تيجي مع واحد بتقول لها انا بحاسبكم على كل حاجه، لا ده صعب، ده صعب جدا، اللعيبه دي تحت ضغط، ممكن عندهم تقصير في الملعب، موجود في تقصير في الملعب، ممكن ما بيأدوش اللي ايوه الحل هي منه. انا عايز برضو اي مشكله يبقى بنتكلم بحلها عشان ننقل برضو الطاقه الايجابيه. هو عاطف عايز يقول انا بس عايز بص يا دكتور انت لو بصيت انا طموحي لحد هنا، ما انا ما انا لسه جاي مع يعني بس في لعيبه اسيوطي او خلاص خدت الجرعه دي زي باسم زي طارق جبر زي معروف، دول خدوا بطولات. انا حاسس ان باسم الموسم الاولاني اللي جاب فيه الدوري والكاس دول اكفوه تماما، يعني هو تقصد الطموح نفسه اكتفى، فخلاص هو لو انت لاحظت من بعد الموسم الاول. طيب من وجهه نظركم ايه الحلول؟ استقرار جهاز فني. لازم جهاز فني يفضل مع نادي الزمالك فتره طويله جدا، ما ينفعش نغيره حتى واجي حاسبه اخر الموسم، حتى لو في نص الموسم النتائج مش كويسه لازم يستمر. حتى احنا لو بصينا في حاجه بسيطه كده يا دكتور عمرو، نبوشه مشي وجه ايهاب جلال، نتائج نبوشه هي نفس نتائج ايهاب جلال. نفس المعدل، يعني المشكله مش في المدرب. لا المشكله مش في المدرب، المشكله يعني في اللعيبه. هو لعب